السلام عليكم، كيف الحال أخ حسين هاني؟ أشكرك على المعلومات وما تقيم اللي تقدمها لنا. أنا حسام من ليبيا، عندي سؤال يا أخ هاني. أنا حاليا عندي ويب سايت، يعني موقع إلكتروني يقدم في خدمات تور وخدمات تور وخدمات اكومنديشن سكن. عندنا مشكلة واجهناها احنا في الويب سايت، ان ليبيا متهمش الدفع الإلكتروني. أغلب المواقع الكبيرة اللي شفناها والمواقع الصغيرة والمواقع العربية ما تقبلش الدفع الإلكتروني، ولازم يكون عندي حساب بيزنس نضيف عملية البيمنت أو عملية الدفع الإلكتروني. فأخ هاني، ممكن تعطيني الحل لهذا الموضوع؟ لأن موضوع الموقع يحتاج لازم يكون دفع إلكتروني. وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين من هاني حسين دوت كوم. سؤال 292 في اسك هاني. هذا السؤال اتكرر عفوا سابقا، ولكن برضه بيوصلني كتير باختلاف البلدان. شوف اخي الكريم، موضوع معالجات الدفع احنا لانه في الشرق الاوسط بلدان العالم الثالث زي ما بسمونا، فطبعا طبيعي جدا تلاقي الشركات الكبيرة العالمية مثل سترايب، مثل تو تشيك اوت، مثل حتى لو مواقع زي جام رود، تلاقيهم ايوه متخوفين منا، تلاقيهم بدققوا وبفكروا مليون مرة قبل ما يقولوا لنا اوكي نحن نقبل، وهذا طبيعي جدا جدا جدا. تمام، يعني الموضوع طبيعي، المشكلة مش بس في ليبيا، المشكلة في كل مكان. لكن ممكن جدا انه لانه ليبيا يعني مش عارف فيها شوية مشاكل او اشي زيك مش عارف، فممكن يكون عليها التدقيق وعدم القبول اصعب من غيرها. تمام، حلو جدا. هلا اتفقنا انه هذا لا حل له، هو هيك بالنسبة للشركات العالمية، الشركات الكبيرة اللي اغلب الناس، اغلب الماركترز اللي احنا بنشوفهم بيشتغلوا عليها، ايوة من الصعب جدا انهم يقبلوا بلدان عربية، خاصة مثلا ليبيا، سوريا، اليمن. ايوه انا معاكم، وللاسف بس هو هذا اللي ملوش حل. طيب ايش الحل؟ يا بدنا نلاقي حل. اول حل بدك تشوف بلدك، يعني بدك تشوف هل في بلدك في شركات معالجة دفع. تمام، لانه مثلا يعني انا مثلا شركتي، مقر شركتي في مصر، ولم اكن اتوقع انه في مصر، جمهورية مصر، في شركات معالجات دفع، شركات بتقول لك انا بعمل لك الكريدت كارد عندك. ما كنتش اتوقع انه فيه، لكن اكتشفت بعد ما فتحت الشركة وبعد ما صار في يعني اعلانات توصلني وناس يحكوا معاي، ولانه سجل التجاري وبطاقة ضريبية مسجل في الحكومة، فتلاقي شركات مش عارف كيف بيجيبوا ارقامنا ومقرنا، فتلاقيهم بيجوا بيعرضوا علي الخدمات. فاكتشفت متفاجئا انه ايوه في كتير شركات دفع. تمام، فممكن جدا في بلدك يكون في، بدك تدور، ابحث، اسأل، شوف شركات، شوف اقاربك، اذا واحد بيشتغل في شركة خليه يسأل صاحب الشركة، وهكذا وهكذا وهكذا. لانه ما تقنعني انه ما فيش موقع في ليبيا بيقبل الدفع، اكيد في، صح؟ انت دور على هاي الامور، شوف المواقع الليبية، الاعلانات الليبية، وادخل عليها وشوف بيقبلوا الدفع. لو بيقبلوا اذا في. طيب هلا وين؟ هون بدنا ندور، بدك تسأل، بدك تدور. تمام، هي اول حل، معالجات دفع محلية في بلدك. تمام، طيب الحل الثاني البنوك. ايوه البنوك ممكن جدا تفتح فيهم حساب وتقولهم بدي معالج دفع. ايوه موجودة. هلا ليبيا موجودة او لا ما بعرف، لكن ليه لا، ليه ما تسأل، ليه ما تدور. اوكي، طيب هلا وصلنا لنقطتين. النقطة الاولى انه بدك تدور على معالجات دفع محلية في بلدك موجودة. طبعا ليه بقول محلية؟ لأنك لو طلعت برا بلدك هتلاقي نفس الصعوبة للأسف، حتى لو بالوطن العربي. يعني لو جيت على معالج دفع من مصر اللي هي أصلا قريبة جدا من ليبيا، ممكن جدا بنسبة كبيرة يقول لك لا معلش احنا آسفين، صح؟ ممكن جدا. وبالتالي ابدأ التدوير محليا في بلدك مثل ما حكيت لك، بعدين شوف البنوك. هلا وين هتلاقي صعوبة؟ هتلاقي صعوبة انه الاغلب لو فيه هيقول لك ماشي انت فرد، احنا بدنا شركة، بدنا سجل تجاري، بدنا بطاقة ضريبية، بدنا شركة معنا عقود ونتفق معها. فعلشان هيك نصيحتي لك، بدك تقبل الدفع اونلاين
وبشكل يعني بروفيشنال وصحيح، وبشكل يعني تضمن حقك الزائر اللي بيدفع لك. إذا بدك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، افتح شركة، اعمل شركة، حتلاقي الأمور هاي أسهل بكتير لإلك. لما تعمل شركة وتروح تسأل البنك، حيكون جوابهم مختلف عن لو أنت رايح لوحدك ورايح تسأل البنك. فاهم علي؟ لما تروح كفرد وتقول له بدي أفتح وأحط معالج دفع وأجيب بروجرامر وتعطوني API وأروح أربطه عندي بالموقع واللي بيدفع بيوصلني لحسابي عندكم في البنك، ايوه بتنفع لو سجل تجاري، بس كفرد هيقول لك لا، هيقول لك انت عايش وين يا معلم، صح؟ وبالتالي عشان تسهل حالك الامور وانت بتبحث، لو وجدت اشي قبل ما تسألهم اعمل شركة، اعمل سجل تجاري وشركة، حتلاقي الدنيا اسهل. تمام؟ تمام. طيب ايش كمان؟ ممكن جدا لما تعمل شركة ويكون عندك سجل تجاري وبزنس قائم، الشركات العالمية تفكر انها تقبلك. ايوه فعلا جدا. ايوه انا زمان قبل ما ابدا ما افتح الشركه واعملها سجل تجاري، وكان زمان كانت الموضوع بالنسبه لي انه لما اسال مثلا موقع زي تو تشيك اوت، لما اشتغل مع موقع زي جامرود، لما اشوف سترايب مثلا، سترايب وبدي اشوف معهم، كان الموضوع دائما يلاقي الرفض الكامل منهم. طبعا منطق، يعني انا كنت ازعل وقتها بس منطق، صح؟ تمام. الان لما صار الموضوع لا بزنس قائم، لا الموضوع اختلف. كمثال سترايب، انا بامكاني بسهوله افتح فيها حساب. تو تشيك اوت، يا مليون مره بيحكوا معي بس انا ما بدي اشتغل معاهم بصراحه. تمام. لانه يعني ليه، في كتير معالجات دفع في الاردن، في مصر، في السعوديه، في الامارات، هاي الاماكن اللي سهل اعمل فيها، ليه اروح اخر الدنيا يعني؟ فهمت علي؟ فانا ما بدي اشتغل معهم. بس شايفين الفكره كيف اختلف المنظور لمجرد اني انا صرت بزنس بالنسبه لهم. فبدك رأيي افتح شركة، بس طبعا اسأل الأول، يعني اسأل طبعا، أكيد اسأل، شوف، فوت على جوجل، في كتير معالجات دفع، فوت على جوجل واكتب معالجات دفع عربية. تمام. لو ما لقيت ليبية، مع اني اشك انه ما تلاقي ليبية، بس لو ما فيش معالجات دفع ليبية محلية عندك في بلدك، دور في العرب واحكي معاهم، مش ايميل، احكي معاهم تليفون. معلش هل الموضوع مش مستاهل يعني؟ احكي معاهم واحكي لهم انا كذا، عندي شركه، ما تقول لهم انك فرد، عندي شركه مقرها في ليبيا مش عارف ايش، وبدي يا معلمين معالج دفع، بدي اقبل كريدت. بس حيسالوك ايش اسم موقعك، طب من ايمتى اشتغلت، طب ايش مجال شغلك، طب هل كم كميه الفلوس اللي تتوقع انت توصلك بالاسبوع او بالشهر. جاوب على هاي الاسئله، طبعا على حسب بزنسك انت بتعمله، حتى لو انت لسه ما عملت سجل تجاري، بس بدك تعرف انت اه او لا. تمام. واسألهم واعرف اكتر وافهم منهم واعرف كيف يدفعوا لك. ممكن جدا تلاقي شركة في مصر ولا في الامارات وتقول لك لا احنا ما بنرسل تحويل خارجي، مع انهم بيرسلوا، بس يعني افرض قال لك ما بنرسل تحويل خارجي، قول له طب اوكي، لو انا عندي حساب في البلد تبعتكم في مصر او في السعودية او في الامارات، وعندي حساب هناك، تبعتوا لي عليه؟ شفت كيف؟ يعني بدل ما تفوت معهم بالحيط، لا افتح لهم مجالات، يحكوا لك اه، احنا بدنا كلمة اه بس. هل لو قال لك اه، وقتها بتصير انت تدور على كيف بدي افتح حساب في هاي البلدان. واعتقد سهل جدا يعني تفتح حساب في مصر ولا تفتح حساب في دبي، يعني وين الصعوبة في الموضوع؟ يعني بتعملها انت عادي، سهلة جدا، يعني هي سفرة واحدة، تفتح حساب وتظبط وتطلع. فالموضوع مش صعب، وعملته وياما ناس عملوه، ما في اشي صعوبة، بس اللهم انت تبدا تعمل طرقك وتفتحها بالشكل الصح. تبدا اول شيء تدور على المعالجات المحليه، في احكي معهم اسالهم، ما فيش شوف البنوك، البنوك اوكي اه لا بدنا نشوف، بدنا كذا، اعرف انه ها بدهم سجل تجاري، اعمل السجل، بعدين شوف شركات عربيه، اسال، احكي تليفونات، اعرف، حتلاقي حل مليون بالميه. انت طالما بتمشي ربنا حيفتح لك كتير مجالات. اوكي. طيب بعد ما تعمل هيك، شايفين ماشيين بالترتيب احنا، بعد ما تعمل هيك هلا بتروح تشوف المواقع العالميه. ايوه فوت سترايب، اطلس، وحتلاقيهم بيقبلوا عادي جدا انك تفتح شركه او تفتح حساب امريكي مدعوم بشركه LLC مثلا في امريكا وانت موجود في ليبيا. ايوه حيقبلوا، بس امتى حيقبلوا؟
لو انت فعلا بزنس، لو عندك الموقع وتفرجيهم اياه وبتبيع اشي لانهم حيعملوا ريفيو اكيد، وقتها انت مش محتاج سيل تجاري وفقط تعمل معاهم، تمام. لكن طبعا هاي الخطوه بدك تدرسها مظبوط، تقعد مع محامي مثل ما انا عملت بالضبط، بحيث انه تشوف ايش التاكسز اللي عليك، انت مش مواطن امريكي، كيف الدنيا حتمشي، ايش المصاريف، لانه هذا المحامي بده فلوس، لانه في اشي عندهم هناك بدك تدفع له بالسنه مش عارف 120 دولار، واشي تاني تدفع له 80 دولار، واول مره بدك تعمل هاي الخطوه بدك تدفع 500 دولار، ففي مصاريف بدك تقعد مع محامي، بدك تفكر فيها وتعرف. انا برايي تخليها اخر خياراتك لو فعلا هذا الموضوع 1000000% انت بدك اياه، فاخر خياراتك ممكن تكون سترايب. قبليها شوف تو تشيك اوت، قبليها شوف جامرود، قبليها شوف كتير معالجات موجوده اونلاين كتير. انت بس فوت جوجل واكتب payment processors مثلا وشوف 1000000 واحد هيطلع لك، احكي معاهم كلهم وشوف شوف كيف ممكن يعطوك كريدت. تمام، اشكرك جدا على سؤالك، واتمنى اني اكون افدتك وافدت اي واحد بيسمعنا، والسلام عليكم.